وللوقوف عند عودة النازحين مجددا إلى كردستان العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أمين سر مجلس الشيوخ شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. سيد يحيى مرحبا بكم. يعني حكومة كردستان تقول إن 4000 من العائدين إلى الموصل نزحوا وعادوا مجددا إلى كردستان، إلى ما ترجع هذا النزوح العكسي سيد يحيى؟ سيد يحيى سنقول هل أنت معنا؟ أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الرأس. سمعت السؤال سيد يحيى؟ أخي الكريم، ما أعلم. ألو؟ نعم تفضل، أسمعك بوضوح، تفضل. ألو؟ تفضل أسمعك سيد يحيى. أخي الكريم، نعم، تصريح سيد ممثل حكومة كردستان واضح بعودة كثير من النازحين من نينوى إلى إقليم كردستان بسبب عدم توفر أي خدمات، بالإضافة إلى انتشار الميليشيات الطائفية وحالات الخطف والابتزاز على المواطنين. لذلك هؤلاء فضلوا بالعودة إلى هذه المخيمات أو إلى منطقة آمنة في الإقليم خوفا على حياتهم ومن أجل ممارسة حياتهم ولو بشكل بسيط، على الأقل أن يأمنوا على أنفسهم وعلى أطفالهم، ويمكن أن يمارسوا شيئا من حياتهم الطبيعية. ما جرى على النازحين في الموصل وفي الأنبار وفي صلاح الدين وغيرها كانت هي أجندة معروفة من أجل إذلالهم وتدميرهم وتخريب مدنهم، ولكن الحمد لله الكثير منهم استطاع تجاوز المحنة باللجوء إلى إقليم كردستان. أما من بقى في المخيمات فهو يحتاج إلى رعاية خاصة وإلى مجلس العون. لكن نلاحظ أيضا إن هناك من أصحاب الأجندة الرخيصة الذين استغلوا مأساة النازحين لتحقيق مآربهم، سواء باللصوصية على ما قدم من منظمات دولية ومجتمعية لهؤلاء النازحين، ومنهم من جعل من النازحين ورقة انتخابية من أجل الاستمرار في هذه العملية السياسية المقيتة. لكن سيد يحيى، لكن إذا أخذنا تصريح الحكومة في بغداد، يعني التصريحات تؤكد أنها يعني أهلت مدن النزوح لاستقبال النازحين، كيف تفسر هذه التصريحات سيد يحيى؟ أخي العزيز، هذا كله كلام إعلامي وللاستهلاك الإعلامي لا ليس أكثر. لا يوجد أي تأهيل للخدمات ولا توجد كهرباء، كل مدن التي عادت محررة لا تعود عليها الكهرباء أكثر من ساعتين إلى 4 ساعات في 24 ساعة مع اقتراب موسم الصيف. إضافة إلى المياه الصالحة في الشرب لا توجد، إضافة إلى الخدمات الصحية هي شبه معدومة، إضافة إلى البنى التحتية الأخرى، قطع الطرقات والجسور وانتشار الميليشيات وعدم الأمن والأمان في وجود عمليات الابتزاز. يوميا نسمع هناك خطف سواء في الموصل أو في مناطق أخرى من المحافظات بسبب انتشار الميليشيات والعصابات الخارجية أو الحاملة للسلاح. لذلك عندما يعود هؤلاء بهذا الرقم، هو رقم ليس قليل، 4000 عائله تعود من نينوى الى كردستان، هي عائله تبحث عن الامن والامان الشيء الاساسي والصحيح، والشيء الثاني عادت لانها لم تستطع ان تتاقلم مع الذين ليس فيها خدمات مطلقه. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم.